أنا اسمي محمود حسن البنا ودي اسمها المروحة. قد يبدو كلامي شيء صادم ولكنه مهم وده وقته، وأنا ربي الشاهد والعالم إيه قصد كلامي ورسالته. رح أمر بفترة سريعا بس من قبل الثورة في يناير، وبعيدا عن مدى تأييدك مش وقته خلاص فيها نتساير. كان قبل الثورة الشرطة لوحدها باينة وظاهرة، كان أي مؤسسة أخرى في بلدي مش باين دورها ومش ظاهرة. في يناير بقى دب مظاهرات ومظاهرة بتسحب في مظاهرة، هنا بان الجيش مدى تأثيره قدام العالم قد ظهر. الجندي قصاد عينك سهران، الجندي حميك عشان انت تنام. واقفين في الحر ودنيا صيام، في الحرب صدورهم قبلينا واقفين قدام. ده كله تمام وأؤيد ذلك أنا برضو، وهوضح بقى ايه الموضوع ونفكر قبل ما تعرضه. الحرب الخوف مش بس رصاص، هتقلمك كده عد ورايا وافتح كراس. في رصاصة جهل علاجها مدرس بيعلم، في رصاصة جوع فران قدام الفرن في عز الحر عشانك تاكل يتألم. فيه طفح مجاري وفي سباك، وفي عز البرد تجيب نجار بيظبط ليك الشباك. وفي ست في عز المطر في سوق بتبيع القوطة والخضرة وبتبيع برقوق. من غير الناس دي صعب نعيش، الناس دي من الشعب المصري، والشعب المصري المصرنا جيش. وكورونا ظهر بهدوء بشويش علمنا ان الجيش فيه كاكي وفي برضه من اللون الابيض جيش، تمريض ودكاترة وناس بتضحي عشان الناس. اقعدوا في بيوتكو ونزلوا الناس لابسين في بلاطي وكمامات، ووزارة صحة حرفيا بتحارب رجالة وستات، وعدو صغير ما بيتشافش والناس دي واقفة قدامه جامدة ما بتخافش، ورصاص العدوى بيعديهم وبيعيوا يفقدوا ناس منهم ودكاترة تكمل بعديهم، ووحوش تمريض عاملين جبهة جاهزين وفي أي يتها مواجهة بصدرهم قبل ما تتصابوا. الناس دول ياما بقت عابوا ومحدش كان شايف دورهم. أنا هرفع إيدي وأدعي لهم ربنا يسترهم ينصرهم. شكرا إسعاف مصر ده دورك، شكرا تمريض بلدي ده دورك، شكرا يا طبيب مصري ده دورك، شكرا عمالنا في الصحة برضك دورك، شكرا لموظف مجبر ينزل من بيته فعلا دورك. وضروري كمان بقى أنا أو أنت أهتم بدوري تشوف دورك، ونشجع بعضينا تملي، ومحدش يغفل دور مخلوق. مش لازم أزمة لجل نحس الحمد لله، يمكن الحاصل لجل نفوق علشانك بلدي نموت وتعيش يا بلادي يا حرة. أنا شاعر، أنا جندي فداكي، أنا ابن الجيش. ما الجيش مش بس بلون كاكي، الجيش أكتر من 100 مليون منك عايشين علشانك وفداكي. يمنع عنكو برد وكحة، وتحية لوزارة الصحة.